لحظات الفرحة تعطي الحياة معنى، وللفرحة اليوم في حياة ماريا معنى آخر. ماريا كانت تقضي أيامها في السعي وراء جلب الماء. ماريا اليوم أمامها هدف آخر، حلم آخر. ماريا ستتعلم. نفذت قطر الخيرية خلال العام السابق أكثر من 12 ألف مشروع مياه في 23 دولة حول العالم، استفاد منها قرابة 7 ملايين شخص.
نسمتنا انت الربان رحلة وزمان ذكرى ومكان أنت كنت وما زلت إلا سندا يكتب أبدا قصة إنسان.